معنا مباشرة من بغداد الزميل فراس الدليمي لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك فراس. نعم فراس، إذا كنت تسمعني أهلا بك. فراس، يعني بعد يوم واحد من انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، يعني تم هناك رصد بعض الحالات لخروق هذه القوانين من قبل بعض المواطنين. أنت أيضا ماذا تابعت في شوارع بغداد من خروقات لقوانين مفوضية الانتخابات وكذلك الحملات الدعائية للمرشحين؟ يعني هي أكيد هناك خروقات دائما تحصل في كل دعاية انتخابية في الانتخابات الماضية والتي سبقتها، وفي هذه الانتخابات أيضا سرعان ما تم انتهاك هذه التعليمات التي صدرت من قبل مفوضية الانتخابات، خصوصا أنه استغلال المباني والأماكن الحكومية، وحتى هناك من يعني علق لافتاته الانتخابية على مراكز الانتخابية في بغداد، وهذا ما يعني يخالف الضوابط والتعليمات التي أصدرتها مفوضية الانتخابات. لكن حقيقة الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة والتي يعني لها سطوة على مفوضية الانتخابات وعلى كل مؤسسات الدولة لا تستطيع أو لا تأبه بهذه التعليمات وتتصرف بما تشاء وما يحلو لها، وتعلق هذه اللافتات بأي مكان تراه مناسبا لها، وإن كان هناك فيه خرق لهذه التعليمات يعني في كأنه في شوارع بغداد أو في البنايات الحكومية والمؤسسات الرسمية التي يعني كان هناك تعليمات واضحة من قبل المفوضية بأن لا يجوز لأي كتلة أو حزب أن يستغل هذه الأماكن لمصلحته الشخصية أو لمصلحة حزبه وكتلته في الانتخابات، ولكن حقيقة دائما ما تكون هناك انتهاكات لهذه الضوابط. طيب فراس، يعني حتى الآن مفوضية الانتخابات لا تستطيع إلا أن فراس، يعني حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل مفوضية الانتخابات بخصوص بعض المخالفين لقوانينها، خاصة وأنها توعدت بعقوبات قد تصل إلى طرد المرشح من السباق الانتخابي. يعني مفوضية الانتخابات دائما ما تصدر بيانات فيها تعليمات ويعني نقاط توضح فيها يعني سلوكيات التي يجب أن يتبعها المرشح أو الكتلة أو الحزب، لكن الكثير من هذه الأحزاب يعني لا تلتزم بهذه التعليمات، ويعني لكن مفوضية الانتخابات بحسب المصادر أو بحسب المكتب الإعلامي بأنها ماضية باتخاذ إجراءاتها القانونية بحق هذه الأحزاب والكتل والمرشحين المخالفين لتعليماتها، وسوف تصدر مجموعة من البيانات بحق هؤلاء، وأيضا ستكون هناك غرامات مالية كبيرة بحق هذه الكتل السياسية. لكن بالحقيقة يعني الكتل المتنفذة والأحزاب الكبيرة يعني لا تأبه بهذه العقوبات وهذه الغرامات، لأنها تمتلك من المال السياسي ما يكفي من أجل تسديد هذه الغرامات للمفوضية، أو لربما أنها أيضا لا يعني تخضع لهذه التعليمات ولا يمكن أن تستجيب أيضا لتسديد هذه الغرامات التي تصدر من قبل مفوضية الانتخابات في حقها. طيب أيضا فراس، يعني بحكم قربك من المواطن البغدادي في الشارع ومن خلال الحديث معهم، هل هناك تفاؤل في هذه الانتخابات من قبل المواطنين؟ في من الممكن ببعض المرشحين لهذه الانتخابات من أجل التغيير وكذلك إقدامهم على الانتخاب لتغيير الحال؟ يعني حقيقة المواطن يتأمل بالوجوه والكتل الجديدة التي دخلت هذا المعترك من أجل إزاحة السياسيين المتصدرين المشهد منذ عام 2003 وإلى الآن، خصوصا الفاسدين منهم والذين وعى المواطن اليوم ولن تطلع عليه شعاراتهم السابقة والحاضرة الآن. يعول لربما المواطن والشارع العراقي كثيرا على الوجوه الشابة الجديدة والكتل التي تشارك لأول مرة في هذه الانتخابات، خصوصا من الكفاءات والذين يتمتعون بسمعة جيدة وتاريخ
وماضي نظيف لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين ولا بالفساد، ولم يقبلوا ويذعنوا إلى الضغوطات التي يتعرضون لها من قبل الأحزاب والكتل الكبيرة. حقيقة لربما المواطن سوف يذهب إلى صناديق الاقتراع من أجل التغيير، لأنه يطالب وطالب كثيرا بهذا التغيير، والتغيير لا يأتي إلا عن طريق الانتخابات والمشاركة الفاعلة بهذه الانتخابات، خصوصا أنه نرى هذه الأحزاب اليوم حاولت أن تستميل المواطن وصوته بشتى الوسائل، بالإغراءات المالية، بتوزيع الهدايا العينية، وبتوزيع الأموال، وأيضا بوعود بتوزيع قطع أراضي وتعيينات وغيرها. لكن حقيقة يبدو أن المواطن العراقي في هذه الانتخابات لا يصدق أي من هذه الوعود الكاذبة التي دائما ما توعد بها هذه الكتل والأحزاب جماهيرها أو الناخب العراقي من أجل يعني كسب صوته الانتخابي. لكن نلاحظ وسمعت من الشارع العراقي ومن الناخبين بأنهم سوف لا ينتخبون الوجوه القديمة، وبحثون عن الوجوه الشابة الجديدة التي تشارك لأول مرة من أجل إعادة بناء العراق ومن أجل نهضته وإعادته كما كان سابقا. إذن الزميل فراس الدوليمي كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك فراس.